السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي خالد محمد، وإن شاء الله في الفيديو ده هنغطي مع بعض one of the methods, one of the algorithms to avoid deadlocks, namely Banker's algorithm. Let's get started. خلينا أول نعرف basic facts. إمتى نقول إن السيستم بتاعنا إن هو في safe state؟ لو في السيستم بتاعنا ده مفيش أي deadlocks خالص. وامتى نقول ان السيستم بتاعنا ده مش في سيف ستيت لو كان في possibility ان ممكن يبقى فيه deadlock. الافويدنس المقصود بيه هنا ايه؟ ان احنا نتاكد ان السيستم بتاعنا مش هيدخل خالص الانسيف ستيت ديت. مين احنا عندنا تو algorithms, تو avoiding algorithms. اول نوع اللي هو الريسورس allocation graph algorithm، واللي فيها الالجوريثم ده بيهندل الديدلوك افويدنس لو كانت الريسورسز بتاعت السيستم بتاعتي ما فيهاش غير نسخه واحده بس، كل ريسورس ما فيهوش غير سنجل انستنس واحده بس. البانكرز الجوريثم او الجوريثم بيعمل افويدنس للديدلوكس لو كانت الريسورسز الموجوده في السيستم عندي فيها مالتيبل انستنسز. فور اكزامبل مثلا عندنا ريسورسز A B and C، الريسورس A في 5 instances, resource B في 2 instances, resource C في 100 instances. فبانكرز algorithm بيعمل avoidance للديدلوكس لو كان في multiple instances للresources ديت. في set of constraints لازم بانكر algorithm يشتغل عليه. أولهم إن كل process داخلة في السيستم لازم تعمل explicit declaration عدد الانستنسز اللي هي محتاجاها من كل ريسورس. ان السيستم بتاعك هيعمل allocation للريسورسز ديت لكل process، وبعد اما البروسيس تخلص execution الريسورسز اللي هي allocated للبروسيس ديت لازم تعملها دي allocation، لازم الريسورسز دي تعملها must be freed وترجع للسيستم تاني. لازم البروسيس اما تيجي تعمل acquiring او تيجي تعمل allocation للresources ديت لازم ترجعهم في finite amount of time. في الحقيقة بانكرز algorithm بيستخدم اكتر من data structure، بس خلينا نفترض الاول ان عدد processes اللي موجودة في السيستم هي n processes. خلينا نفترض ان عدد resources اللي موجودة في السيستم هي m resources. اول data structure هو availability vector، هو vector بيوضح عدد الـ units of resource لكل resource الموجود. ففور example الـ resource اللي الرقم بتاعه 1 في 5 units منه available، الـ resource 2 في مفيش units أصلا available منه كلها allocated للـ processes، في عندنا الـ resource الرقم 3 في 2 units available and so on and so forth. تاني داتا ستراكشر هي ماتريكس، هي الماكسيمم ماتريكس، هي ماتريكس ان في ام ماتريكس. ماتريكس ديت بتوضح لك كل بروسيس محتاجه قد ايه، كام يونت اوف ريسورس معين. ففور اكزامبل البروسيس اللي الرقم بتاعها 1 هي محتاجه 5 يونتس اوف ريسورس اللي الاندكس بتاعه 1 عشان يتعمل لها اكسكيوشن. ده الماكسيمم نمبر اوف ريسورسز، يعني هي دخلت السيستم مبدئيا البروسيس ديت بروسيس 1 محتاجه 5 يونتس، فلازم تاخد ال 5 يونتس ديت عشان تخلص الاكسكيوشن. ونفس البروسيس ديت بي 1 بروسيس 1 محتاجه 4 يونتس اوف 2، بروسيس 1 مش محتاجه يونتس خالص من الريسورس نمبر 3، والريسورس الرابع هي محتاجه منه بس 2 يونتس. خلاص ده الماكسيمم نمبر اوف انستنسز ال process معينة محتاجاها عشان تخلص execution. ال allocation matrix دي ال data structure الثالثة هي matrix NFM، بتقول لك ال process الفلانية حاليا معمل allocation ل resource معين ليها ولا لا. يعني for example في ال process number 1 معمل لها allocated ليها 5 units of resource 1. Process 1 معمول لها allocation ل 2 units من resource number 4.
نفس الموضوع للبروسيس نمبر 3. البروسيس نمبر 3 مش معمولها allocation خالص للبروسيس للريسورس نمبر 1 ونمبر 2، بس الريسورس 3 اند 4. الريسورس 3 معمول للبروسيس 3 2 units allocated ليها. الريسورس الرابع ريسورس نمبر 4 معمول له 1 unit allocated للبروسيس نمبر 3. الداتا ستراكشر الاخيره اللي موجوده في بانكرز الجوريثم هي النيد ماتريكس، هي ماتريكس ان في ام، وبتوضح لك كل بروسيس فاضل لها كام ريسورس عشان تخلص الاكسكيوشن بتاعها. فور اكزامبل بروسيس 1 محتاجه 5 يونتس، فاضل لها 5 يونتس من الريسورس 1 عشان تخلص. البروسيس نمبر 2 محتاجه 7 يونتس، فاضل لها 7 يونتس بالاضافه للي اوريدي الوكيتد من الريسورس رقم 3 عشان تخلص اكسكيوشن. والبروسيس نمبر 3 هي محتاجه 1 يونت اوف ريسورس نمبر 4، فاضل لها يونت واحده بس من الريسورس رقم 4 عشان تخلص. As well البروسيس نمبر 1 مش محتاجه اي يونتس خالص من الريسورس نمبر 3 علشان تخلص، ففي هنا موجود 0. الزيرو ده ممكن يكون معناه ان هي اصلا مش محتاجه الريسورس رقم 3 عشان تخلص، او اوريدي هي ليها انستنسز allocated ليها من ريسورس 3 ومش محتاجه تاني. ازاي اقدر احسب النيد ماتريكس ديت؟ هاخد الماكسيمم ناقص الالوكيشن، هشوف هي محتاجه اصلا البروسيس ديت محتاجه كام انستنس من ريسورس معين، واطرح منها اللي اوريدي allocated من نفس الريسورس ديت. ففور اكزامبل عايز اعرف ايه هي عدد البروسيس واحد عدد اليونتس اللي هي محتاجاها من الريسورس جي اللي هو وليكن 2، فانا هشوف هي محتاجه قد ايه الاوريدي الماكسيمم، هي محتاجه اصلا كام يونت ناقص اللي اوريدي allocated ليها.